وفي اليوم العاشر عاد حسن جابر إلى بيروت التي حجت إليها عائلته غير محتملة انتظار ساعات حتى وصوله إلى النبطية. ومن قلب المطار حسم المغترب الذي أوقف في إثيوبيا الجدل. حاج كان عم بينحكى أنه الموساد يلي كان عم بيحقق معك بالعموميات هن يعني حسب الأجواء كان أنه الموساد الإسرائيلي. الأمر لا يتعلق بحسن جابر فقط، اللبناني منتشر في كافة أنحاء العالم، وأن يصبح عرضة لاعتقالات وتحقيقات من قبل أجهزة مخابرات دولية وصهيونية هذا أمر لا نقبل به أبدا. ماذا عن المستقبل؟ ولذلك طالبنا باللجنة بأن يكون هناك موفد من قبل الحكومة اللبنانية إلى أديس أبابا لأجل بحث أمن اللبنانيين الذين يمرون في هذا المطار. لم تفسح عاطفة الأهل في المجال لفهم ما جرى، فكان لابد من التوجه إلى بلدته التي استقبلته بالزغاريد، وذلك للدخول في تفاصيل توقيفه. أنا بالقباوة من فترة طويلة وعندي بزنس تعولي هونيك وشغلي هونيك، وعادة على القباوة يعني في معروف عندنا ثلاث خيارات يعني نقدر نروح فيها على القباوة، أو طريق المغربية أو عن طريق الأثيوبية أو عن طريق الفرنسوي. وصلنا 9:50 وفتحوا باب الطيارة، وكنت أنا على الباب أول ما فتحت المضيف الطيارة، وصلنا ونزلنا على الأرض وإذ بكم شخص من السلطات الأثيوبية بيطلبوا مني باسبوري، وقالوا لي تشرف معنا وأخذوني على مكتب وهونيك توقفت. بعد ما توقفت بقيت بالمطار، نقلت إلى مكان آخر؟ لا أكيد ما بقيت بالمطار، أخذوني بسيارة مسكرة وما عرفت لوين، بس ظهرنا لأنه ظهرت مشينا مسافة بعيدة عن المطار. هي طبيعة الأسئلة خلتني يعني شبه أتأكد أنه موساد، مش إلك أتأكد أنه شبه أتأكد أنه موساد. هل قلت لهم أنتوا موساد؟ سألتهم؟ هلأ هن حسب ما قالوا لي أنه هن مبعوثين من قبل ناس، بس من الناس ما قالوا لي ما صار. اللغة اللي كان عم ينطرح فيها الأسئلة بالعربي بالفرنسي بأي لغة؟ المعلومات اللي كانوا عم يحكوا معك فيها بالفرنسي كمان يحكوا. طيب هل تعرضت لتعذيب نفسي أم جسدي؟ حكي إنك عذبت جسديا. يعني نفسيا كان كتير تعذيب نفسي كتير قوي، وجسديا مش انه بالضرب، جسديا بمعاناة مثلا بكيفية النوم القعدة هالضغوطات، انه ما يكون جسدي مرتاح فيزيك ما يكون مرتاح. يعني انا كنت عم فكر بامي بس ما كان شغل لي بالي الا امي، ولا بقيت لامي ما كانت ما كانت شغلت لي بالي، ما كان يعني خلص انه بالنهايه شو بده يصير، يعني عم يحققوا معي اكيد حيطلع انه انا ما اللي بدهم اياه مش عندي. يعني خفت تكرر تجربه قاسم تاج الدين معك؟ ايه طبعا فكرت انه يمكن يصير نفس الشيء، بس انا اللي ريحني شوي انه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم لقيت حالي بعدي بنفس البلد، قلت يمكن الظاهر بتكون اخاف الوطأة. لم تتحرك السفيرة اللبنانية لدى الجابون ولو بسؤال، ما حتم على العائلة اللجوء إلى السلطات الجابونية التي يحملون جنسيتها. صارت الدولة اللبنانية؟ طبعا ما لناش يعني نتخبى وراء اصبعنا، مشكورين على اللي عملوه بالنهاية، بس ما بيكفي، وإذا بده يضلوا بهذا النمط فأكيد مش حكون أنا الأخير، يعني حيكون بعدي. طب شهادة هذا تبع الأمن، هذا مسؤول أمن على المطار، هو اللي صرح لي، قال لي السفير الجابوني اللي كان له الجهد الاكبر انك انت ما انه ما حدا حكى معه غير السفير الجابوني. رجع على الجابون ان شاء الله اكيد عن طريق اديس ابابا. برجع عن طريق اديس ابابا، ما عندي اي مشكله ابدا. سقط الموساد في اختبار الشاطر حسن الذي انقذته الجنسيه الجابونيه وتحرك اسرته، ما حال دون تحوله الى رقم اخر يضاف في سجل المغتربين المخطوفين، فيما يبدو ان دور الدوله يقتصر على التغني بقيمة المنتشرين الاقتصادية والانتخابية. حسان الرفاعي، قناة الجديد.